نشوف سيدي. سلام سلام. اه لامور مش راكم صح؟ ما مانيش نشوف فيكم كاع. شو ندير اتاي صح؟ نشوف سيدي شكون هادو اللي معنا. صحيتو جماعة الخير؟ واش راكم صافا؟ او سالي صح يا جماعة واش راكم؟ ميرسي ميرسي ميزامي. الزول 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 ما احلى ما احلى يفو با ما احلى واحد. انا تاني توحشتكم. مكاش حاجة احلى من يوم الجمعة من سهرة الجمعة. فهمتوا؟ يا كذب عليكم اللي يقول لكم فيه هناك شيء احلى من سهرة الجمعة. سهرة الجمعة تفوق كل الجمعات. واش تكون يا جماعة الخير؟ نحو هذه ثاني. اوكي دوك تشوف نشوفو نقولو بسم الله. شكون هذا؟ ولاديمير. ما خصنيش ولاديمير. وي صحة صحة صحة. صالي 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 صالي. ان شاء الله راكم بيان. نشوفو كاش جديد. دوك نقرا تشوف. مانيش نقرا مليح. دوك تشوف لنا. دوك نشوفو نقرا لا. ايوا نادين وجهي كاع جاني 10 دقائق هذه جو سي با لا اي دون نو. اسال الله اسال الله واذا واذا وي حبيبي وي صح. اسمحوا لي هذا ما حبش يهضر هذا مانيش عارف انا. المهم انا دوراني نقرا في لي ميساج وكل شيء على بالكم. اسمحوا لي ما في دي عندي مامبا ما عنديش بزاف ملي دخلت للدار. هي بنتي راحت عندي يما. هي قلت لنا نشوفوا كاش اخبار كاش جديد كاش حب كاش مانيش عارف. صالي صالي ميزامي واش راكم صحة؟ زميلي صحة جماعة كاع. أمينة لامو واش راكم صافا؟ إيوا هادي هي أمينة وعلى هناك حاسبين غلط. أنا قلت لكم ميهوب لا يغلط أبدا. جامي 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 جامي. أعطوني غير الوقت فقط. أعطوني غير الوقت وستكتشفون ما لا. راك تبان مريض. ها أعوذ بالله. شكون هذي اللي قالت لي راك تبان مريض؟ سولة هاد هذا راجل ولا امراه؟ دوك دين ربي ما تعرف لا راجل ولا امراه. الحمد لله خويا عيان بالك. ثوره دار ثوره. واش من ثوره؟ اعوذ بالله غير كربسو باسكو الا بلا بيكم البارطاج وكلش راه 11 بارطاج برك. خساره عليكم انا خساره عليكم باسكو جاتني هذيك 10 مينوت. دوك نقولوا بسم الله اليوم الجمعه على بالكم الاخوه دوك يسكملوا التراويح ويجوا عند عمكم يهوب. نشوفوا النظارات وحشتهم مديتهمش معايا الباكونس مي دوك نحطهم بسم الله. اللي يحب يطلع يسلم ولا يطلع عنده الحق مع ميهوب العربي الشريف. الى توحشتو ميهوب العربي الشريف الجزائري. سلام ميهوب كوم دابيتود. انا هو الاول كي اللي يطلع شاك فوا في اللايف ديالك. انا هو الاول كي يطلع نطلع باش نسلم معاك باش نقول لك نحبك بزاف. اش تسلم معايا؟ شكون لك حاب تسلم معايا عليها؟ اختار وحدة اختار وحدة شابة نسلم معايا. نطيحوا عليها انا وانت نطيحوا عليها بالسلام. لا لا جيت برك باش نكوراجي كميهوب باش نقول لك كمل ورانا معاك. او تو نوزا بوكو مونكي سي دانيي طون باسكو شفت مادا دا لايف ما داش لي لايف. الحمد لله كي راك هنا معنا وان شاء الله يكون لايف مع شباب دائما نشوف بربي دائما. ان شاء الله بربي. انت هو الميول انت هو البست ما كان لي اكس سونسيتي دو نون باسكو سينو يو غادي جالو. سي توا البست ميهوب. ميرسي ميرسي يا خويا انتم هما البست. ميرسي مي مي زامي ميرسي يعطيكم الصحه. دوك نحكوا شويه على دوك نحكوا على الديبا بيان سور وكلش. انا ما غاديش نهضر على كما تعرفون
ميهوب لا يتكلم عن الاشخاص، احنا راح نتكلم عن المحتوى. توحشتك وانا يتوحشك الموت، انا تاني مت عليك مش يتوحشك. ميرسي ميزام، يعطيكم الصحه والله. غي سان في بليزير على دي. اوه بافلوفا ماما شيري، الرسائل اللي جاوني لي ميساج وكلش، ما سي انكرويابل كحد لامور. هادو انا كنت حاسكم تكرهوني ما تحملوش ميهوب العربي الشريف، مي فرونشمون راني والله غير راني شي. يعطيكم الصحة بصح، هذا هو اللايف العربي الوحيد، احنا هما اللايف العربي الوحيد نتاع اهل السنة والجماعة اللي احنا من سلالة النبي. ما كاينش لايفات وحد اخرين بيان سور، كاين بيان سور لايفات مي باكا. لا 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 مي هو باللايف ديالك والله غير وحده كاين ديال لايف كاي انا بون كوم شدي ما نشدش اسماوات، مي شبا انت وحدك. ايوا يا احنا راهي تعرف عليها، باسكو حنا راهي جزائريه، راهي الجزائري كي يدخل عندي يقولها بكل صراحه، ما نكذبوش ولا نخافوا، الجزائري راه حاب يسمع اللغه نتاعو، يحس بيسمع الديالكت نتاعو. فوالا اكزاكتومون، فوالا يطلع واحد، يطلع واحد امازيغي مسالي ميزامي صاي، يطلع واحد امازيغي يهدر هذيك الدارجه نتاعو، ويهدر واحد تشاوي يهدر الدارجه نتاعو، يجي واحد تمراس يهدر الدارجه. كاينه كاينه يعطيكم الصحة. صحة أنت كان نقول لك، نقول لك بون لايف ميهو، يعطيك الصحة. ميرسي ميرسي مون امي. بون كور، بون سوار على كل مونس. ما تنسوش البارتاج يا جماعة، باسكو هذا ما كان، باسكو راهي عندي راهي عندي دي مينوت اللي منسلم كاع على اخواني في لعل الله يهديني. وي السلام عليكم. عليكم السلام، واش راك ميهوب؟ صباح لاباس؟ الحمد لله ربي نشكرو. وشنو هذه فوتبول لايف يا ودي؟ ولا غير كرييت هكذا برك على بالك، هذا وين كاع حكا كرييت واسمو تيك توك زعما باش ندير لاباج نبيبلي فيها لي فيديو اكسيتيرا. واش ميهوب غير اهل السنه والجماعه ولا الملحدين ولا كيفاه؟ باسكو من ذاك نشوفك ما تطلعش الملحدين ولا ديني. لا 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 ديني، اغنوستيك. أعوذ بالله. وعندك بزاف من بزاف عندي واحد بلاك 15 سنة ويلي ملي كنت نقرا في السيا. ما سمعت كاع لا فامي تاعك، سمعت كاع لا فامي تاعك لا دينين؟ برس كامل، لا برس كامل لا فامي تاعي ماشي لا دينيين، مام في رمضان ما نصوموش كامل. وفي الجزائر ولا في العجوز تاع يما؟ غير العجوز تاع يما اللي تصلي، بابا ما يصلي وما يصومش. وفي الجزائر ولا في الخارج؟ لا لا انا في الجزائر، انا في البويره. يما في البويره ما يصوموش؟ والله ما نصوم. يما لا 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 يما غير يما اللي تصوم في الدار، لا خاوتي لا خواتاتي لا والو. وي حبيبي ابن غزه داك نطلعك ممكن. عندي 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 واحد نسمانه ملي ديكوفريتك بار اون امي اسابلي ميرا، هي اللي قالت لي وكاين واحد ودار فيهم حاله الحاله وكلش، او يبين وجهه يبين كلش، ومن بعد كيشت لقيتك انت ولا غير صافي بليزير. ميرسي ميرا، راهي لا هي ميرا، ميرا راهي بوي على بالي جيبا. ايوا تقول لي البويره ماشي كاع قبايل، البويره نص عربي شريف مصري، بويره نص عربي نص قبايلي باسكو عربي يعني موهوم ديكوباج ادمينستراتيف. فوالا البويره نصهم كيما انا، يا عربي شريف من سلاله النبي، عربي شريف مو بخي صافا تري تري بيان. والله غير صافي كيما راك، والله غير صافي بليزير اميهو. يعطيك الصحة خويا كيما راك، أصحاب قاسم بن عبد اللات. وعندك عندك تري تري بيان، باسكو اللي قلت لي عليه فرونشمون فرحتني، باسكو اليوم راني شفت واحد غي دروك غي دروك من دخلت للدار فتحت الميساج، رسل لي واحد تجربة اجتماعية في الجزائر نتاع واحد لعبها زعما فاطر. فرونشمون والله غير تحشموها قلق، ما واحد يسيبها يعني بورتو هنا زعما اكتر وكلش ويعرفوه لعبها فاطر. تاع كيفاش يسوي واحد كفر عليه نورمال اقسم بالله. عن بالك انا في لونتوراج تاعي برك لي زامي تاوعي كاين واحد 40 بنادم ماهمش يصوموا، والله ما هم يصوموا وكامل ما يامنوش ومن بكري ثاني. اخويا بيان كي عندكم هاد البوسيبيليتي، ما نكذبش عليك انا مانيش انا اللي بغي يصوم يصوم. واللي راهم يقول اللي راهم يقولوا في لي كومونتير بلي ما نقدرش نبين وجهي، نقدر نبين وجهي ماشي مشكل. لا
نو نو، انت هو اللي ديسيدي، ماشي اللي في الكومنتار ولا اللي شوف. لا لا هادو زعما يقول لك اللي المشكله، هادو اللي فوتبول يقولوا لك فاير اكسيتيرا، ولا غير فتحت الله فتحت تيك توك هذا زعما باش نبيبلي لي فيديو باسكو نحب الفوتبول هذا، ما كان سينو نقدر نبين وجهي نعطي لكم اسمي نعطي لكم كلش وين نسكن. ما تعطي والو، ما تعطي والو، فهمت؟ غير لا باسكو الفرفره هذه راك جديد برك، ما تعطي والو. شوف حتى تخمم مليح، تشوف وتريح وتشوف، ما تعطي ما 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 ما, ما تمد مولو، خليه غير هو بيعطي. فهمت؟ يا انا طربيه نعطي في بلايصكم حتى كي تريح شهر ولا شهر ونص، ولا كي تعرف السيتياسيون مليح، تماك ديسيدي خويا وليدي، فهمت؟ ما ما نعرف ليش تيك توك، تقلقش، لا ما نعرف غير كي ما دخلت فوالا، ليه. ما تقلقش فقط. يا اوكي ميهوب يا اخي صافا. ميرسي يا حبيبي، يعطيك الصحة، ميرسي صحيت يا ميهوب، بغير يزيدك يعطيك الصحة. بون كوراج صحيت خويا. اخويا يعطيك الصحة، الكوراج، ميرسي. داليا نيشت، داليا هنايا، ميرسي داليا، راك هنايا، يعطيك الصحة عزيزتي. ليسونسيال انا قلت لكم بيان سور، نقول لكم نشكركم على الرسائل، على المساندة اللي وصلت، الناس اللي تقصي. وشنو قلت؟ صوت ميهوب، صوم ميهوب، علاه ما تصومش ولاد صغار ويصوموا؟ ان شاء الله بربي اختي، ان شاء الله في وجهك نصوم. هاي ان شاء الله ارسلي لي في البريفي ونصوم على جالك. هاي انا مضاري نديرها، كي ترسل لي وحده في البريفي نقول لها ماشي غير نصوم اختي، الا حبيتي نركع لك نركع لك، غير ارسلي لي في البريفي ونصوم. وي حوسوا عليا السنه، ما من السنه سقساوني قالوا لي وراه ميه وبرا راني حلمو، قال لك ان شاء الله بربي، وانت عارف بالك ربي يهديني، قال لك بالك ميه بربي يهدى، وانت عارف هذا الشيء، هذا ما هذا كله من عند الله، من رحمه ربي عز وجل. قلت لكم يما واش تحكوا يا جماعه، غير بارطاجيو باسكو الناس بزاف ما على بالهاش، وراهم كاين لهم محلين دوك محلين بالعربيه دوك يجوا، كاين اللي ما على بالهمش دوك. ميرسي يا خويا اللي طلعت معايا، شوفوا هذا يا خويا، شوف هذاك الاسم، ما شاء الله ما شاء الله. صباح رمضان لك مدريد مدريد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. واش راك واش راك راك مليح؟ نحمد ربي ونشكره اخويا، وانت واش راك معصى؟ الحمد لله. واش راك واش راك تعاود واش راك دير؟ انا راني طري طري بيا والله، غايه الحمد لله، كاع رانا غايه. وترك صايم ولا فاطر؟ لا اني فاطر، انا فاطر ما نصومش انا، انا بس كوني ني في البلاد صاي فتره، راني في بلاد لاني فيها فتره. ما بصح تصوم رمضان؟ ايه فات رمضان صاي، عيدنا احنا. عيدنا، اوكي هي عجبتني. انت انت هذوك الشيوخه تاع نتاع الساركازم، عيدنا احنا شق الماريكان منه نفقا مرة مدريد. انت هذيك شوف معلي والله، انا ما نكذبش عليك، فرحتني فرحتني. انا في القمر، انا في القمر، غير وجد روحك برك، انا في القمر. انا غير بغيت نسولك والله، شو غير بغيت نسولك على حاجه. واش من قمر هذاك اللي شق الرسول؟ واش من جهه؟ شقوا شقوا كاع، روحت شقوا كاع مني انا. لا بصح القمر لك تهضر عليه، وكش الرسول صلى الله عليه وسلم صحيت يا جماعه. انا غير بغيت نسولك على حاجه واسمح لي، لا بغيتها لا بغيت. خلينا نستعمل شي ساركازم، فيسك انت يا رب الساركازم، خلينا نستعمل شي ساركازم. واش من القمر؟ القمر هذاك اللي قسموا الرسول على زوج، واش من جهه؟ الجهه اللي تحت؟ لا اني تحت الارض، انا اني تحت الارض، تحت القمر تحت الارض. معليش فوزي لك اسمع، راك خايف غير. لا والله والله غير بغيت نسولك، بغيت نسولك على حاجه خويا. تفضل سولني اليوم، راني شوف اليوم راني اون فور. واش حاجه اللي دارها الرسول مليحه، ولا الحاجه اللي راهم يديروا فيها دروك؟ غير بغيت نسولك وصاي. حاجة دارها الرسول مليحة؟ لا هذه اللي قلت كي تهدر انت على عائشة تزوج عليها 10 سنين ومانيش عارف، غير بغيت نسولك على حاجة واحدة أخرى أنايا إلا بغيت. وسولني خويا، ما كاينش مشكل، تفضل. أنا راني عايش في راني عايش في إسبانيا، كاينة واحد عندي ولدي يقرأ في الكوليج، كاينة واحد البنت عندها 9 سنين هي يعطوها كاشيات باش ما يخرجش صدرها، باش ما يخرجش صدرها، وعلى 10 سنين بيديروا لها العملية باش تولي تهدر بحال راجل. كيفاش العملية يعني؟ كيديروا لها التيول تحت تولي تهدر؟ لا لا ماشي التيو، بيديروا لها العملية هنا في القرجومة تاعها، ولا مش عارف هذيك كيسموها، باش تولي تهدر كيما الراجل. واش تهدر كيما ويعطوها كاشيات تاكلهم باش ما يخرج، باش معليش ما معليش يخرج.
معليش، هذه اللي يعطوها لها كيما الوحشي ولا وشنو، تولي عندها صوت على الوحشي ولا شكون؟ ما قلت لك يعطوها واحد الكاشيات تاكلهم بس دارها ما يخرج باش تولي راجل ديريكت. وين اللي مليحه هذه ولا اللي دارها الرسول؟ اللي دارها الرسول مليحه بيان سور. تقدر تعطيني المصادر تاعك هذا الكلام اللي تقول فيه؟ تاعش المصادر؟ بانه راح كي تولي عندها 10 سنين راح يديروا لها عمليه. هاي مع ولدي تقرا مع ولدي في الكوليج. وي انا تاني نعرف، انا تاني نعرف وحده معليش وحده هكا نعرفها جارتي، قالت لي قلت لها ودي احنا الرسول تاعنا صلى الله عليه وسلم مركب فوق بوراق، قالت لي انا مركبتش بوراق، قالت لي انا مركب فوق دجاجه. لا انا معليش 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 مدريد مدريد. اسكت اسكت تأمني. نأمنك نأمنك. سيقي 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 روح هدر هدر هدر. وكي نقول لك هذا الكلام انا جارتي قالت لي بلي ركبت فجاجه وطرت لسمه تأمني. لا انا مانيش نكذب عليك بس كنت تكذب. لانه هذا الكلام انا مانيش نكذب. معليش معليش هذا الكلام اللي كتقول فيه هذا جهل ما كاش منه. لانه البروسيس معليش شوف الدواء نتاع الاخرين ولا سي با سي با البنت ولا لا فامي اللي ديسيدو. سي سي دي دي ولا فامي لا فامي انا ما قلتلكش في الكوليج يعطوها. معليش اسكت شويه. اهدر اهدر معليش كي تطلع عند كي تطلع عند عمك ميوم تتعلم شويه ومو تتعلم طرق تاع الحوار بس الناس ما يضحكوش عليك باسكو اوريزمون راك داير مدريد مدريد باسكو كون راك داير اسمك وصورتك وكلش انا نقول لك غادي تبقى خالد باسكو انا داير كلش تما في التيك توك تاعي. خلاص اما لا عاود ولي على شهر ولا عاود ولي على شهر ولا باش تعلم تدخل بس نكمل لك. شوف تخلوا الناس انا نقول لكم في 2024 ماما تشوفوا الفيديو تاعنا القدام وكلش وتبقوا اضحوكه قالوا لك كلام يعجبك راك تعود فيه. انا نعرف طريطري بها هذا البروز وانا مانيش توجور داكور في اشياء ولكن على بالي واش اقتدر اقتدر بريمير ما اقتدر على حالات خاصه جدا جدا. مام العلم راه في مرحله تطور، مام العلم في هذه الاخرى هذه راه مازال يعني كما يقولوا ما عندوش راه مشاكل كبار. ودروك دروك كنت نقرا ديجا دروك ارسلوا لي واحد بويس كان الخدمه نتاعي في راني عضو في الاتحاد النرويجي ارسلوا لي واحد الارتيكل قالوا لي واش رايك واحد ليكيب في نيوزيلاند. انا شوي طوطه في داكور ليكيب في نيوزيلاند تاع بنات لعبوا ليكيب مع بنات مع بنات في ليكيب وحده فيها خمسه متحولات. انا شوي طوطه في داكور لانه هذا غير من العدل. هذا احنا نهضروا على العدل نضربوا على العدل بيصير كي يكون عندك انتايا بنات اللي كان عندهم هذيك الهرمونات تاع البنيه الجسديه تاع راجل وتحولت الاخر تاعها راهم مازالوا تبقاو عندهم شويه هذيك الاولويه فيزيكمون. انا شوي طوطه في كونتخ باسكو من غير العدل باسكو تحتاج زوج ثلاثه تكون كاع الميير ايكيب غادي يغلبوهم وغلبوهم مانيش عارف شحال عطاوهم طريحه دوك ديجا رجلوا لي باسكو حنا ثاني راه ولات عندنا هذه الاخرى ثاني مي هذا الشيء اللي تهضر عليه انت اللي تهربوا ليه بريمير مون كونك عارف واش تهضر مصيبه راك تشبه بربك تشبهه بواحد عائله اسبانيه. كلامك ما كاينش منه انا نقولها لك كلامك منه في هذه المرحله ما كاينش منه تاع العمليه واحد 10 سنين باسكو غير البروسيس هذا غير تاع الاطباء لازم ياخذ 5 سنين ونفس الشيء في اوروبا ولا في الاماكن الاخرى غير تاع الاطباء مازال ثاني فيها المحكمه مازال فيها قرار ماهوش غير واحد جيب روح حل فمك ندير لك الاخرى تولي تهضر كيما وحشي اقتله يا وحشي ماشي كيما ماكش حاسس كيما هكا غير هكا تروح للطبيب خلاص يبدل لك الصوت تاعك يبدل لك الصوت تاعك يا دين ربي يعني ما حتى المعلومات كي تجيبها ما تروحش تفيريفي كلامك جهل في جهل. والاولاد ما يقدروش يبدلوا بدون رضا الاباء نتاعهم وبدون اهل الاختصاص وماشي غير اهل الاختصاص ماشي غير الطبيب الخاص فقط راهي تمر على مراحل عده باش تعرفوا هذا الشيء هذا. وما هيش احنا نهضروا على يمكن واحد مانيش عارف انا في المئات الف ولا يعني هذه الحالات اللي قليله بزاف بزاف. انت كتقارنها بايه قرانيه عند ربك اللي خلى خير وخلق الرسول اللي جاي يعلمنا انت تقارن فيه. شكرا حبيبي يعطيك الصحه مي امك وخليتني نهضر اخويا ما تقاطعنيش فقط هذا مكان وهضر واش حبيت حبيبي سي با هذا ماهوش موضوعي هذا انا نهضر على الرسول صلى الله عليه وسلم. وي حبيبي راك تسمع فيا اخويا ميهو. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. راك تسمع فيا مليح ولا صوتي؟ انا نسمع فيك غايه كاع ها انا نسمع فيك غايه. شكرا شكرا. عندي سؤال اذا تقدر تجاوبني من فضلك. اذا اكرمني الله عز وجل على هلا. ما فهمت كيف ينزل الله في الثلث الاخير من الليل والكره الارضيه ما حاش تكون كومبليت في الليل. بون انت كافر
هذا الكلام هذا خلي عمك ميهوب اوكيبا به باش كون يقول لكم. حكي لنا هذه لا بريمير فطلع معايا ولا طلعت ابو؟ اسمع ميهوب، عندي سؤال اخد اخر للمردان. معليش انت طلعت معايا ابو ولا لا بريمير؟ اول مره، اول مره. ايوا حكي لنا شويه، خلينا نعرفوا هذا الزين هذا وهذا هذا البرا هذه ما شاء الله، مع ان الدريات اللي تحتها صاحبي راهم غير احكي لنا. المهم خليك من هذوك الاشياء، انا عمك ميهوب يتكلم بهم. يلا احكي لنا شكون انت، من انت كما قال القذافي؟ غير نظره هكا، ما تحتاجش تقول لنا وين تسكن واسمك وكلش، هذوك صوالح ارسلهم بريفي ومن بعدك اش واحد ارسلت لي راه نمدهم. يلا زيد. أنا حاب تجاوبني باسكو المردان لماذا لا تستطيع مجالستهم والنظر إليهم؟ قال لك المردان شغل وشنو الولدان؟ المردان اسم الطفل الصغير اللي ما يكونش عنده شعر. لا اللي يكون الأمرد. الأملس. ربي أمرد. بصح لماذا لا تستطيع مجالستهم؟ مانيش عارف أنا ربي قال لك ما تجيبش تريح معك وتريح معي يعجبك إلا لك أنت عندك النشوة. باسكو ربي أعوذ بالله استغفر الله العظيم الجماعة يا ربي. اللهم اني اغفر لي يا ربي ما تطيحش عليا البلافون. انا سمعت باللي قال لك ربي امرد وانت وقيلا امرد على بها راك تقسي على بها وندير في وجهك خايف. لا ماشي امرد، انا عندي لحيه ما تشوف من لها. ها افقت لك لا تبان لحيه اخويا ما يهب وش بك. راني نشوف لها لحيه الاول وراني اخويا ميرسي يا حبيبي يعطيك الصحه. لا ما بغيتش تحكي لنا قصتك ما كاينش مشكل. شكرا شكرا هاي يعطيك الصحه ميرسي حبيبي مونامي. اعوذ بالله لا حول ولا قوه الا بالله. شفتوا يا جماعه بارتاج راه 100. السلام عليكم. السلام عليكم. واش راك الحمد لله. واش اخي ميهوب كتسبنا في الدين ديالنا وفي الرسول صلى الله عليه وسلم اش بيك؟ حاشا لله انا نسب الرسول. ايوا اش تقول؟ كتقول شلا على كلام تقول فيه هذا ديننا و اش قال مولا تعلمنا منه شلا حوايج. كاش تعلمت عليه؟ وتعلمنا اش قال مولا كل شيء. اش تعلمت هي كاش حكي لنا كاش نهار مسحت مثل الحجرات حكي لنا الاحساس هذا تاع الحجرات اللي علمهم الناس قد الماء. احنا الحمد لله دابا عندنا الماء. ما الا ما عندكش الماء، الا ما عندكش الماء ولكن هذيك راهي سنه يا درا. كيفاش حكي لنا الاحساس هذوك تاع الحجرات؟ وبصحنا بالربيع بصحنا باي حاجه مني ما كاينش الماء. يدك وقول اخي ميهو تضحك ياك يعني عباكم مصيبه الدين تاعكم والله العظيم لا شوي ديزولي هذا الدين تاعنا الحنيف يعني الارض مسطحه وتقولوا انتم كرويه تقلبتوا تبعتوا هاد اليهود وليتوا كفار ما فهمتش انا كيفاش. اعوذ بالله استغفر الله. المهم شكرا انا ما نحبش الساركازم عندي ممنوع. اللي يحب يطلع معنا نقولها لي ديريكت باسكو الساركازم اكتريسكين بلوكيك وي انا غبي انا اللي نقولها لك اللي يدير الساركازم عندي. السلام عليكم اخي ميهوب. السلام عليكم خويا. واش راك صافا؟ تري تري بيان خويا. يا اخي ميوب انا نقول لك عفسة حاب نقولها لك. قول لي. انا والله غير نشي نطلع هكذا عند عليك نتفرج باش غير نضحك برك. نكذب عليك؟ وحدك ولا؟ لا ما تبان لي لا مانيش نخسر ما خسرتش. هلا خذ وحدك خذ راحتك لا بغيت تخسر ثاني عندك الحق تفضل غير لا المهم خلاص. ما نخسر ما حتى انسان انا طلع. معليش شوف عند عمك ميوب المهم راحتك. كي مهم تحس انا شغل كي نطلع عندك خصي مو بالله غير نضحك شتي وكون يديروا لي كلون ويديروني انت نضحك عليك انت فارق زو باسكو راك تهضر في هضره العقل ما يستوعب ما تدخلش في العقل ما يستوعبهاش كيما شي يقولوا فارق زو راك انت على بالك دوكا الانسان اللي يطلع تتعطاكي صافي يدير غير انت اللي عندك الحق.
هذوك كان باللي طلعوا معك ما عندهمش الحق. معليش بار اكزامبل اعطيني موضوع. ها يلا قول بسم الله. في كلش في كاع المواضيع اللي راك تحكي فيه وما عندكش الحق. ما قلتلكش كاع اعطيني واحد فقط. كلش ما دام راك تتمادى. معليش كلش راه ياك تعرف راك تهضر بصفه عامه. وهذا الكلام هو تاع معليش ما نهضروش فيه زوج مومنت. الله يخليك الله يخليك هذا ما كان غير صبر شويه وغادي نعرف لك ما هو الصبر من بعد. انا لقيت واحد التعريف تاع الصبر عجبني بزاف بزاف. الصبر ماهيش هي غير انك تسكت فقط، فهمت؟ فيه بزاف سؤال بصح الله يخليك. اعطيني حاجه واحده ما تقوليش بزاف، بس بزاف كلام تاع الناس جهاله كتهضر معاك تقول لك بزاف سؤال. اعطيني مثلا موضوع واحد حاجه واحده الله يخليك. اوكي نعطي لك درك. انت تشوف الصوالح نيجاتيف صافي دي تاع الصوالح تاع الراس كامل اللي دام تجبد لنا حفصه اتاكيني بها. علاش ما تقولش بارك الله الرسول عليه الصلاه والسلام كان يدير عفسه شابه ورانا استفادوا بها في يومنا هذا؟ برافو. يعني سؤال جبان، لانه ربك في القران بيسك انت جاهل ما تقراش ما تبحثش ما تحوش تتبع برك باع ومعمع جامي يحوش، لانه ربك في القران في الدين هناك قاعده فقهيه تقول اذا كانت جزئيه سالبه تنفي كليه موجبه. في الدين الاسلامي هو دين الحق، والله كلية العلم كلية المعرفة كلية القدرة. كل كنت تلقى خطأ صغير ولا حاجة ماهيش مليحة أخلاقية ماهيش مليحة كل الدين يسقط. هذا ماشي كلامي لله، أنه الله أسكو الله بارفي ولا ماشي بارفي؟ الله كامل متكامل. إذا لقينا جزئية خاطئة هل تسقط كلية ولا لا؟ هذا بالمفهوم نتاعك أنت. أنا بالنسبة ما قلت لكش مفهومك أنت. إذا لقينا ربي خطأ صغير اسكو عادي اذا لقيت خطا انا مستعد ندخل معك في الالحاد هذا. اذا لقيت خطا واحد انا مستعد. خطا واحد عائشه انه اوتوريزا، لانه الفقه الاسلامي يقول لك وراك بالك سمعت الديبه عندها دوجور هذا الرسول ربك اوحى للرسول تاعك باش يمارس الجنس مع طفله صغيره عندها 9 سنين. هذا يتزوج بغريانه عندها 6 سنين ويدخل عليها 9 سنين هو عنده 51 و54 مثلا. هذا صح. انا نعطي لك جواب. الرسول عليه الصلاة والسلام إنسان ماشي كيما كاع البشر. أوكي تفضل أعطيني من قال هذا، لأني أنا عندي آية قرآنية يقول لك الرسول وحي يوحى إليه وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والسنة ما هي؟ تعريف السنة عند إجماع العلماء المسلمين كلهم. تبغينا تقول لك الأسماء نقول لك. حتى اليوم من وقت الرسول من السلف الصالح كلامك راك تيري برك يقول لك السنة هي ما ثبت لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل وقول وتقرير. أتفضل أعطيني النصوص ما تعطينيش خطبة تاع الجمعة. أنا نقول لك إن شاء الله يجيك الشيخ شمس الدين ذاك تاع ليدي في أوروبا إذا عرفتوا هذاك. إن شاء الله يجيك ويجاوبك بس هذاك اللي يليق لك أنت. بس كل شغل إحنا العلم تاعنا محدود. تليق لك إنسان يكون كما يقولوا عالم كبير باسكو شغل ديريكت تاع دور في هضره. خلصت عليك تستنجد بش بكرك. اللهم جيب لي شي كور يا رب حتى يتكلم في مكاني. انا اسمع لي طلعت هنا تضحك شت الكلون شت الكلون كيرجعك الكلون. معليش اسكت شويه. شت الكلون كيرجع 700 شخص يضحكوا عليك مام المسلمين راهم حشمانين. معليش انت يا هذا الموضوع عندك قريب سمانه وانت تهضر فيه 9 سنين راني كون ما نطلع عندك تعاودوا. والله هضرت عليه والله لي سكوتلندي. اسمع الناس تاع سكوتلندا والله ما يعرفوا عائشه والله ما هضرت لهم عليها كاع. صح نقول لك عم صار انا في سيدنا رمضان اقسم بالله غير هضرت على هذا الموضوع انت 9 سنين وراني لا ما هضرت والله. انا كنت كونجي هذا وين دخلت. الله يهديك اخويا اسمع والله العلي العظيم انا طلعت مع خطره وكنت تهضر في هذا الموضوع. عندي ربع سنين وانا نهضر على عائشه ماشي سمانه. ياك عندي انت كنت توجد تعاود النفس. وي عندي ربع سنين وما صدقني وجيستم وغادي من بعد غادي نقولها كي طلعوا الناس. عائشه هي ملك ميهم. شوف اي واحد خراي يتكلم على عائشه لانه ما كاش واحد تعرض للسب والشتم والقمع والناس تضحك عليا وتتكلم كيما ميهم. واليوم راهم كلهم يستعملوا عائشه. عائشه انا هو ابو عائشه. ثلاث دكتورات ماشي غير في الله. استغفر الله استغفر الله. عائشه امنا عائشه رضي الله عنها وارضاها لن نتخلى عنها لانها هي اللي راح تسقط. لانها هي اللي راح تسقط هذه الايديولوجيا الخبيثه. ان شاء الله عاد ربي نتلاقى وتعاود ان شاء الله كما يقولوا البابا نوال يكرم عليك وان شاء الله. لا حول ولا قوة. نطلب لك الهداية إن شاء الله في سيدنا. أنا تاني نطلب بابا نوال يهديك.
استغفر الله، انت دوك تامن بلي كاين الله، راه كاين معجزات، كاين صوالح انا نطلب باينين. ثاني بابا نوال دار معجزات وغادي يهديك ويجيب لك كادو. واش من كادو قشير والله منين؟ انت اقسم بالله غيرك في داخل عندك واحد الاسلام يعني تعرف خير مني، الله يبارك، وراك بالعاني دير في هذه الامور والله بالعاني. شوف بابا نوال دائما يمد لك ادويه حمرين، غادي نقول له يعطيك تقاشر حمرين. صح انت فطري راك يا تقول بابا امور، نوال نعطيه تقاشر حمرين يا انت كدير امور كيما نقولوا فطريه، تهدرها اوتوماتيك تقول والله، انت تقول والله اقسم بالله العظيم، تقدر تقول استغفر الله، يعني تدخل في الله يعني انت راك مسلم مؤمن وراك بالعاني تدعي في الالحاد. ان شاء الله بربي، ان شاء الله بابا نولي ميرسي ميرسي امير صحيح ربي يديك ان شاء الله، وراني هنا باش نضحك شوي، راني معك هنا باش نضحك. القدر بالك يا ربي ينزل ان شاء الله، ان شاء الله الله يديك. خويا ولات كلونا كلونا. السلام عليكم. سلام خويا. راك انت تبغي لي دير وجه نيشان. دير واش حبيت لي ما انت ما يهمنيش، انا جامي قلت واحد ديال سا ديبون. هذه امنا عائشه رضي الله عنها نزلت في حقها ايه في القران، راك فاهم، وراك تطعن فيها، اتقي الله منهم والله، اتقي الله والله، راه قلبي ولا يضرني كي نشوفك قسما بالله، عندي لك وجهي تشوفني غادي تعاود تعقل عليا، قلبي ولا يضرني كي نشوفك والله، لو وليت ننظر اقسم نوطني من رقد، راني مشاطط باش نتفاهموا. شويه ميهوب، اتقي الله في نفسك خويا العزيز، على قاع عندك علم الله يبارك في الاخر باش تنصح الناس وليت تروح للدين، قاعد تعطيهم في الليل صوالح نيجاتيف حتى تدخلهم في الالحاد وتزدمهم في حيط. اعوذ بالله والله العظيم اخويا العزيز، رانا نتبعوا فيك، رانا نهضر معاك بصفه اخرك فاهم، ماشي نهضر معاك باش نلومك ولا حاجه، نهضر معاك بصفه اخ بالك، لعل وعسى غادي تكاكف. عندك اخي في النار ولا اخي في الجنه؟ انا كيما تبغي، اخوك في النار ولا في الجنه، باسكو يقول له بني ادم خطا، مانيش عارف روحي لا غادي ندخل الجنه ولا غادي ندخل النار، الله اعلم. سمعتني ميهم والله اخويا العزيز، الا كانت من واش نحب نقول له مع معليش من اليوم نقول له مع عائشه كان عندها 25 عام. ما اسمع انت بروك تعرف باللي وقت الجاهليه وقبل الهجره، قبل الهجره كانوا الناس يحسبوا ينقصوا 10 سنين في السنه، 10 سنين كي جا الميلاد عاد ولوا فوق 10 سنين، تسمى 6 يعني 16 و9 يعني 19. اوكي، والرسول تسمى 54 ما كانش 54 كان 64. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، استغفر الله واتوب اليه. والله ميود ما عنديش نقاش معك، انا غير نصحتك في سبيل الله، باسكو انت انسان تقعد ملحد، واذا خطبك الجاهلون قولوا سلاما، غادي غادي نقولها لك سلام عليكم. والله قلبي ضرني، انا نترك معايا امي ونعاملك كشخص انسان، والله نعاملك بيه ونعزك، والله نعزك محبه الهيه، مش هو كي نشوفك تهدر كيما تطعن في الدين، والله لا قلبي ضرني اقسم بالله، راك فاهم انسان يحترم امه، هذا الدين هذا الله يهديك، هذا ما نقول لك استغفر استغفر, استغفر ربك واسمع، انا استغفر ربي، انا استغفر الله واتوب اليه واسمع وقرا على الدين تاعك. انا نقولها لك، شوف انت تبان انسان طيب، صدقني انت كنت تقرا على الدين تاعك شهر غادي تخرج من الاسلام، انا متاكد. لا انا ما نخرجش من ملة محمد، انا قال لك انا نتبع في وجوه النبي عليه الصلاه والسلام، قال لك تركت فيكم اثنين لو تبعتهم نضل اللي بعدي ابدا، كتاب الله وسنتي، نتبعهم في زوج. كيفاش انت تتبع كون جيت تتبع سنه عندك انت جاريات؟ انا ما عنديش جواري خويا، يعني الرسول كان عنده جاريات. انت تقي الله في نفسك، معليش تارك مع قطع، تارك مع قطع اليد في الشرع، في الشرع كاين قطع اليد، قال لك اذا فرق مع قتل المرتد واحد يخرج من الاسلام قطعت يدها. ها راك مع راك مع واحد يخرج من الاسلام نقتلوه خويا، باب التوبه مفتوح، اللي يخرج من الاسلام يعاود يتوب. باب التوبه كاين استتابه 3 ايام، الا ما حبش يستتاب كيما انا عمك ميهو. اسمع ربي يغفر، ما حبش نستتاب، ان الله يغفر الذنوب جميعا الا الشرك. صاي ان شاء الله ان شاء الله. دوك راك تقرا لي، ما تقرا لي بواحد الكتاب تاع الف ليله وليله، تعرفوا شهرزاد؟ هذا كتاب الله القران، ما وهذا الكتاب تاع شهرزاد راك تقراني منه، كيفاش غادي نامن الكتاب تاع شهرزاد؟ لا حول ولا قوه، الروايه تاع شهرزاد هذاك تقول لي هذا الكلام زعما باش يا ربي ما عنديش دعوه في هذا المنبر. الله يهديك والله يهديك والله يهديك، صاي خويا العزيز الله يهديك، نتمنى لك الهدايه والسلام عليكم. اي يعطيك الصحه يعطيك الصحه. سو بوان الناس راهي مجروحه اخويا، اعوذ بالله يا ربي حتى تكون معنا يا ربي، حتى لهاد الاخرى رانا كاع اخويا الله يهديكم بيا جماعه، غير زيدوا بارطاجيو اللايف الله يخليكم وكبسوا سيلو بلي باسكو ما راهش. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. والله الهضره اللي كان يقول لك فيها هذا السيد هضره خويا نيشان،
الله يهدينا ويهدي أمة محمد. هذا مكة أخويا. واش وشنو هذه الحاجة اللي في أمة محمد اللي تخليني أنا، اللي في رأيك أنت حسب المعلومات تاعك، اللي تخليني أنا نروح نرجع نجري لها؟ أنا خرجت من أمة محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خويا هنا نأمن محمد، نأمن بقرآن، وأشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا مكة أبارت من الصوت. الراس ورك فوق بغلا وطار الاسماء. كل شيء رامك تقول كان جيت. عاود الله ينعل الشيطان خويا. الله 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 يهديك، الله يهديك خويا والله، الله يهديك، الله يهديك صاحبي، الله يهديك. أي ما تلعبش بهذو الصوالح، ما تلعبش كاع بكلام ربي. معليش سقم الانترنت خويا يما. خلاص أنا وليت دوك الجزائر كامل. كنتي بون كاشات وي. هو قال لك خونا. هو والله اللي قالها لي كيما. وي عمر. السلام عليكم، ما تشوفوا تشوفوا. الو السلام عليكم. سلام خويا. يا ايها المرتد عن دينك، انت انسان مرتد، انت انسان تلمو لي عندك، عرفت الحقيقة بزاف ارتديت عن دينك، باهي نسقسيك معليش. شاد لك الله سبحانه عز وجل والرسول عليه الصلاه والسلام باش انت تكريتيكي فيهم. لو كانت كانت هذه القصه تاع الرسول صلى الله عليه وسلم كذب، هل تقعد 14 عام انت خي من العلماء اللي الربانيين العلماء؟ قول معليش نجاوبك عمر. قول لي انت خي من العلماء، انت حافظ كتاب الله، حافظ اصول اربعه، حافظ الفقه. معليش عمر نقدر نجاوبك؟ ما تجاوبنيش باسكو تعالى، ما تجاوبنيش، انت انسان جاهل وانا ما عندكش. انا غير طلعت باش نقول لك هذه الهضره باسكو انت انسان جاهل، تنمو انسان جاهل، راك على ضلال. ما تخافش عمر والله، ما واش ما نجرحلكش ماشي حتى خاف من ربي سبحانه عز وجل. انت كره قدامي، ما غاديش يخاف منك باينه. عمر بنجاوبك باحترام عمر. اشوف انا كي نسمع لك، ما نشوف انسان مرتد انت. معليش نشوف ما نغلق لك المايك مولو، خليني نجاوبك عن الدين. استاذ عمر والله غادي نجاوبك. ما استاذ مولو، ماني بطويلب ولا طالب ولا شيخ ولا عالم، انا انسان عامي ونحب الله ونحب الرسول. بارك الله فيك، خليني غير نقول جملتين بين سقسيك والله انت متناقض، انت انسان متناقض، تقول بارك الله فيك وتهدر في الله سبحانه عز وجل وتهدر في الرسول عليه الصلاه والسلام. انا مانيش فاهم انت كي انسان داير بنادم والناس تتبع فيك. والله عمر شوف انا اكون لك كل الاحترام انت واصحابك والافهام تاعكم. شوف سقسيتني قلت لي لا تعرف العلماء تاعنا ما شاء الله عليهم. انت انسان مرتد عن الدين وانت انسان جاهل، انت لا جدال معك. ما تخاف والله ما تخاف، قلت لك شوف سيدي، قلت لي العلماء نتاعنا يعني اكرمهم الله. وي ماشي العلماء نتاعك، انا الله نتاعك نعرف خير منه، ماشي العلماء نتاعك، الله نتاعك نعرف خير منه، لانه هو انسان جاهل تاع القرن السابع هذا ما كان. والدليل انا نقولها لك، الدول الاسلاميه ومسلمين ما يطبقوش كلامه، وانت كون نحوس عليك نلقاك ساكن في اوروبا، ساكن عند. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. صافاك مليح ميهوب. أني غاية خويا وأنت صافا. الحمد لله، حبيت نسقسيك ميهوب. سقسيني دقيقة تشوف، جماعة طلعوا هالسوميل باش يفتح لكم الشات باسكو أنا متوحشكم، عندي بزاف ما شفتهمش، نحب نشوفهم الكل. سيفو بلي غير كبسوا مع بعض يفتح لكم السبيطاري والشات باسكو على بالي هو المعلم. سيفو بلي باش نقصروا باش نشوفكم تكتبوا شوية باسكو ما نكذبش عليك ما نبغيش الرياح وحدياك. تفضل سي ناسي مسمح لي. يسلمك صحة. اسكو انت عندك مشكل مع المسلم شبه المسلمين تاع هذا الوقت اللي شوهوا الاسلام، ولا عندك مشكل مع النبي؟ بون انا ما عندي حتى مشكل حتى مع واحد، انا الانسان الوحيد اللي عندي مشكل معاه في العالم هذاك بنادم اللي نشوف فيه اسمه ميهوب، هذا دائما انا مدبز معاه ما نكذبش عليك، داير لي دائما داير لي المشاكل، داير لي مع روحي مع اصحابي توجور، هذه المشكله الحاجه الوحيده. اما دينك بابا مازال ما كملتش، سقسيتني سؤال مهم. اما انا في اللايف تاعي اللي معروف اللايف تاعي جوبونس مسلمين غير مسلمين على بالهم باللي ممنوع عندي منعا باتا نهضر على البشر، كانوا جزائريين مغاربه مسلم يهودي مسيحي لا يهمني، انا نعفس فقط على واحد الايديولوجيه اللي هي خبيثه بالدليل تبيح يعني الاطفال، ضرب المراه، قتل المرتد، سارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ملك اليمين، فيها السب، فيها الشتم، فيها الاعتداء، يعني فيها كلام مستحيل نقدر نقولوه اليوم ولا نقبله. وانا نتحداك انت كون نعطيك ايات قرانيه ولا احاديث لا تقولهم قدام باباك ولا يماك ولا لافامي تاعك، ما من صحابك الرجال ما تقدرش تحشم تقول لهم. ما
فوالا هذه هي المشكله تاعي انا، والمشكله تاعي مع هذه الايديولوجيه اليوم ما زالت لاحقتنا في الجزائر، ما زالت تطبق. مثلا قانون الاسره اللي مستمد من الشريعه الاسلاميه، مستمد من الشريعه الاسلاميه اللي مأثر علينا. بار اكزومبل اليوم المراه هي مكانتها ماهيش نفس الشيء كيما الراجل، يعني ما عندهاش نفس الحقوق. يعني نهضر لك على الحقوق، ما عندهاش الحقوق، يعني هي ميرسي يعطيك الصحه. الله يسلمك ميرسي. شكرا 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 يعطيك الصحه. معليش المره القادمه كي تطلع معايا الخطره الجايه ما نهضروا على النظافه تاع الرسول صلى الله عليه وسلم، مابقاش مشكل ما نهضروا. السلام عليكم. السلام كامل، صح فطورك صح واشرب؟ ما بس الحمد لله، انا الحمد لله. عرفتني ولا ما عرفتنيش؟ وين نعرفك؟ كيفاش بين سقسي كامل؟ كيفاش قلت تهضر مع ربي تقول له عرفني؟ ربي خالق مش عارف شحال مليار تقول له عرفه، وين يعرفك؟ تهضر مع ميهو تقول له يعرفك، معليش انا عارفك اسيدي. ماشي مشكل، مش انا كي كنت ندير اللايفات انت بالك ما تعرفش كاع المواقع. مازال ما زدتش كاع انايا كي درت لايفات انت، ويما يما كي كان طيب البغرير، يما كانت كاع ما تعرفش طيب البغرير، وبابا كي كان يحارب في فرنسا وخرج فرنسا، بابا ما زدتش، وخوك يجري احسن من خويا. ايا تفضل كامل. انا عارف انت من وادر هي وعندك لسان، كان انا ندير العظمين تاعي كيما انت في التان، مع الاخر تحلبت له فاس فاس كي المرا ولا هك فاهمني. انت عندك لسان، حاب نقول لك حاجه بك. انت دوكا كي راك تهضر على المسلمين وتقول كذا، علاش انا راه في الماريكان هنا يحترموك، واحد ما يقول لك كذا ولا كذا، غير انت يا خراي في تراميك الاخرى جاي من وادر هي وقاعد الاسلام الاسلام الاسلام، او ماريكاني ماريكاني يجي عندي يحترم. انا تاجر في الماريكان، كيفاش دايرين؟ وين تبان انت؟ انت خراي يا اخي، السليب تاعك ترمتك مع امراه بالاخرى ما تغسلهاش، طالع الاسلام الاسلام تلحق الاسلام انت وتكذب وكذبت عليا الخطره اللي فات تقول لي انا نسكن هنا. انت اكبر كذاب. ولا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يغسل ترمين؟ كذاب انت رخيص، انت تلحق الرسول، انت تلحق الرسول، انت راك في الانترنت تهضر هكا، انت كونك في الواقع نردحولك وندير بيك فيديو، والله فمك ما تحلوش غير نردحولك انا، والله نردحولك الحر راشي نردحولك يا الكابي يا اخي. ماشي كلامي هذه، سمحوا لي يا جماعه، حاشا لله انا اسب خير خلق. هو قالها، قال لك ماشي سبان كلمه رخيص. ولو يا محينك، ولو التربيه، ولو التربيه. ميهوب صحاب طورك. صافي انا مسمي روحك صافي. ميهوب السلام عليكم. كيفك داير؟ الحمد لله ربي نشكره. مازال ما كرهتش؟ ماشي نكره خويا. المسلمين والاسلام والدين. اخويا انا مسلم، خوتي كيفاش نكره خوتي؟ بصراحه انه كل ما نطلع اللايف تاعك نلقاك مع الاسلام. شارك باغي شارك باغي. وعلى الاسلام عندك خوك، وعلى الاسلام القران خويا، القران كتاب تاع شهرزاد كتباته عنده في القرن السابع. ابصرك جرح في المسلمين، المسلمين جرح فيهم سكين. ايوا بصح الجرح، شوف اكسافي انت وانا على بالك، شوف الجرح مليح كي تنجرحوا غير داويه، دير له القرفه. صح كنت نوض الحرب، الحرب راه جايه وين تروح؟ وين تهرب؟ وين تجي؟ ما تجيش الوادري. وين الحرب؟ واش من الحرب؟ راه جاي عندك من الحرب هذو اليامات. وكي تجي عندنا الحرب ما تجيش الجزائر. ما تجيش، حنا تجي غير في الاوروب، غير بين الروس واوروبا الغربيه. ولي والجزائر كيفاش؟ حنا اصلا حنا رانا في حرب، حنا وين تجي الحرب؟ وين تروح؟ كاع ما نكذبش عليكم، غير السبان تاع هذوك، هذوك هما كانوا مشحونين يسبوا، هذا هو الحرب بين الاخرى. والجزائر كي شغل عندها، الجزائر عندها 15000 راس نووي، ما كان حتى واحد يتوشيها، الى نظرت الحرب الجزائر هي تولي قاعده سليمه. ما على بالوش بلي حنا رانا غير مساكين الناس تاع الاستهلاك. السلام عليكم. سلام صافا. صافا الحمد لله خويا، انت واش حرقك مع الاسلام؟ واش حرقك في الاسلام؟ خويا انت يا ما عندكش مشكل مع الاب تاعك يضرب يماك؟ ما يضربهاش. بس ربي عطاه الحق يضربها ولا ما عطاهاش؟ وانت انت تعرف خير من ربي، ربي يقول لك في الصوره اعلم العالمين، خبيرك فاهم يعرف. انا ثاني والله العظيم لاني اني هنا ها دقيقه تنجيب ستيلو. ميهوب اعلم من اعلم العالمين، هاني كتبت هاي ها تامني دروك يا حيوان. انت اسمح لي يا جار. كيفاش تعرف خير من ربي؟
انا ولا غير راني نضحك عندي بزاف ما بالكري كنت مع ولادي وكانت ني اتموسفير وخد اخر. ايه السلام عليكم ميهوب. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. كيف اخويا صافا لاباس؟ والله غير طري طري بيا فيصل وانت صافا؟ كيف بيان؟ راني غايه كاع الحمد لله ربي نشكره اخويا. الموضوع تاع اليوم كيف ميهوب؟ واش الموضوع خويا واش كان طلع ديريكت انت ما تحوس على موضوع ما انا نتبع فيك صحيبي هذه مده نتبع فيك انا حوست في الموضوع تاع اليوم كيفاه يعني نتبع مواضيع بزاف حوست تاع اليوم انا كيفاش تبعني ما فهمتش انا نتبع فيك دائما انا سنين نتبع فيك انا يا في اللايف ديالك اليوم وانت طلعتني فايدي انا وشنو الحاجه اللي خلاتك تبعني تبعك صحيبي بيسك انا يا ملحد انا يا ما انا من حتى شيء انا يا. كل شيء عندي انا خرافه اعوذ بالله انت عندك الرسول خرافه كل شيء خرافه انا يا كل شيء ينزل من 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 الواحد خرافه عندي انا القران خرافه كل شيء خرافه انا عندي انا يا كل شيء خرافات انا عندي وشنو الحاجه اللي خلاتك تقنع بني هذه خرافه ها حاجة خلاتني بيسك أنا من صغري عندي أفكار هكاك شغل كل شيء خرافات الإسلام القرآن الدين المسيح الماسونية كل شيء خرافات بالنسبة لي أنا يعني ناظر معك تكون مشي لا كام يا خويا مشي لا كام مشي هاي مشي لا كام يا خويا وهذيك مرتك هاي مراك ولا وشنو تهضر هكا قدامها؟ ما عنديش مرتي انا يا خويا انا ما نتزوجش انا يا. انا انسان ملحد كل شيء يجي من القران ومن عند الله والرسول نكير منكر من عندي انا هذا باكستاني هذاك راه مراك انت راك في انت راك في اللجوء باكستاني انا يا خويا اسمع انت راك في انت راك في مركز اللجوء لا لا يا خويا لا لا راه كاري معايا السيد حاشا وين كاري؟ كاري معايا في نفس البلوك سيد وين كاري انت راك الدوزيام ايطاج يعني شوف راك في سرير الزوج كاين واحد تحتك لا لا نو ماشي واحد تحتي كيفاش ماشي واحد تحتك خويا ميو بصحاي بيعطينا شويه الموضوع تاع اليوم حوس ندخل معاك الموضوع تاع اليوم نحب نعرف انا ما نكذبش عليك انا كيري نحب نعرف كيفاش وراك وراك قلنا وراك اني في الجزائر ميو في الجزائر عندهم الاماكن اللجوء اكثر اللجوء في الجزائر كيف طالب لجوء في الجزائر؟ مانيش عارف ولا راك في الحبس؟ مانيش في الحبس يا خويا راني كاري انا يا راني كاري سيد كاري معايا وقدايا من انا صح كاين ربعة ها يا ميهو راني بزاف نتبع فيك انا يا راني نشوف فيك خويا ما تبعتنيش ما عندك خمسة ولا ستة وهذاك السيد ها ولا كون ندور الكاميرا شوية نشوف واحدة راقد تماك ثاني راني غير دروك شفت خمسة مورا كانوا فاتوا ما شفتهمش شت الموضوع تاعك تاع اليوم انت وسنين هذه نتبعوا فيك احنا شت خمسه مورا يا ميهوب يا صاحبي كيف والله لا اخويا انت يا خطر اخويا ما خاطر ما والو صاحبي تحب تهبطني هبطني انا نتبع فيك وعندي ثقه فيك ودنيا كلها يا خويا يا الناس اخويا يعطيك الصحه عليك عندك فينا ثقه واني باسمي واني باسمي والنكوه ديالي وكل شيء وما نخاف من حتى واحد يا خويا انا هذه المعتقد تاعي انا وما نخاف من حتى واحد لا من نظام لا من حتى شيء يخوفني انا اني نشوف واحد زوج ثلاثه واحد ربع خرج وانت خمسه سيدها مش بيك ميهوب وشوف الخمسة وستة هذا ما نحن واضر بيك ترانسبارون ولا ما عباليش انا امورا كاواي وري اللي فتيري واوجه هذاك اوجه الباكستاني السلام عليكم يا شي ما يفهمكش خويا مشي هذا يا رو انسان معايا هذا رو بشاري مبشار وهذوك زوج رجال يتباوسوا موراك لتحت عام لتحت يتباوسوا زوج رجال موراك ميو بالموضوع تاعك انا حوش تعطينا كش معلومه جديده خلي اسكت اسكت نسمع والله انا باكستاني اسمع دخلت لي الشك انت صاحبي تعوز دخلني باكستان لا صحيح اش بيك يا خويا انا ميو باش حنقول لك يا خويا اي حاجه ونتبع فيك بزاف والفيديوهات بزاف ونبارطاجي لي لايف تاعك انت اليوم وين طلعتني اه يا يعطيك صح حبيبي وشكرا
ميرسي على الاخرى تاعك وتهلا في طالع معايا وشوف فاني تزيري واني في الجزائر وطالع معاك باللاكام وباسمي وباللقمه تاعي وما حتى شي يخوفني انا يا اخويا. ايوه او يريش لي هذاك الباكستاني الهندي اللي مراك يا ودي بشاري هذاك بشار خويا وش باكستاني انت. يا خلاص هي ما خلاص ما بشاري من الهندي اخويا يعطيك الصحه فيصل له ميرسي على الاخرى وصحه فطورك وصحه رمضانك وصحه سحورك. ما كاش عندي رمضان انا يعني مقصر صحيح بكعبات بيرة وكل شيء بالبيان خويا. اي تهلا في روحك حبيبي اي. كنت ما تجينا رحله للنورفاج ونجيوك خويا. اي يعطيك الصحة ميرسي حبيبي يعطيك الصحة خويا. شكرا شكرا. اعوذ بالله. خويا ما تعرفوا الورا انا نحكم مع الناس بارتو من الموند. ميرسي يعطيك الصحة. ميرسي جماعة على البارتاج تاعهم. وطلع الله فيها. السلام عليكم. السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. خويا ميهوبي انا ما جامي شفت اللايف تاعك حبيت غير نسقسي دوك السيد كي كان يطيح هكذا على راسه قاعد تقول له انت لا حول ولا قوة الا بالله وراك كاتب موراك انتشار الالحاد في الجزائر اس نسقسي برك والله ما على بالي وما اسكو انت زعما انت وشنو اسكو زعما مسلم ولا ملحد وراك تنشر في الالحاد ولا انتشار الالحاد زعما راه كاين الالحاد كيفاش الالحاد انا ننشر الالحاد وجهي انا تاع الالحاد لا لا والله ما فهمت باسكو باسكو ماشي شغل نسمعك تقول على تهضر كلايم على الرسول وهذا وين طلعت انا في الله مانيش فاهم شغل شو كاين باسكو ومن بعد السيد يطيح قلت له لا حول ولا قوه الا بالله عشق دف الرسول ومن بعد انت من هي قلت له ما على فهمني برك انت وشنو هذا ما كان خويا انا ما عندي ما نقول لك انا انسان مسلم مسالم وهاد الناس راهم يسبوا فيا انا فقط قراني انا ما نامنش بالحديث ما نامنش بخاري وهاد الصوالح هاد الخرطي اخويا انا نامن بكتاب الله ها اوكي اوكي انا نسمع منتهي مسلم ولا لا انا مسلم خويا ما عنديش مشاكل حبيت والله غير نفهم علاش الناس هادي تطلع ما عنديش مشاكل هذا ما كان انت عايش في الجزائر لا لا في كندا انت ما عندك مشاكل رحت لكندا ما عنديش مشاكل الناس غير جيت ايتيدي ولا انا عندك وي يكون بلادك كانت كيما كندا ولا ما تروحش لكندا لا لا صح هذيني معاك سي فري ايوا خلاص عندك مشاكل اهل ولا فينا معليش وانت شيعي لا 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 لا, 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 لا سني وش من سنية؟ سنية معناتها نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم يعني تبع الرسول اللي يقولوا السنة يقولوا 54 سنة دخل على واحدة غريانة 9 سنين خويا هذه مش من حكاية هذه أنا نسمعت بيها ما كدبش عليك نقول لك السنة عندهم 21 حديث ما من الجزائر عندهم 21 حديث في أعلى درجات صحة تقول لهم عائشة تزوجني 6 سنين ودخل عليا 9 سنين وما يعملوا به ويقول لك عادي وحلالها تجي حتى اليوم يقول لك مامي يجيبوا لك من يخلطوها ويقول لك هذا الشيء هذا حلال اليوم في 2024 كيفاش ما على بالك بها انت الزواج هذه حاجه معروفه عند اهل السنه والجماعه ويفتخروا بها ثاني انت انا جو بونس راك عايش في كندا انت ضد قتل المرتد صح ولا ماشي صح؟ صح صح اي مهم كيفاش انت ضد الرسول اهل السنه والجماعه هذه حاجه عليها اجماع انا والله غيرك راك شو والله درت حصلتني من زود صوالح ايوا انا نقول المراه باريزون يعني اسمعني اسمعني اسمع لا اسمع يعني ملك اليمين العبيد كما الرسول اللي هو السنه يقول لك الرسول كان عنده ربعه تاع ديزيز كلاف سيكسيوال الرسول كان عنده ربعه هذه والله ما نكذبش عليك والله ما نعرف ادخل لك تب اربعه جواري ولا ديزيز كلاف سيكسيوال تاع البروفيت غادي يخرج لك الاسماء تاعهم ويخرج لك ماريا القبطيه غادي تخرج لك ماريا القبطيه باغ اكزومبل هي اللي كانت هديه يقول لك هادو اهل السنه والجماعه اعوذ بالله قال لك بلي عطاها له كادو وولدت له ولد يسموه ابراهيم ما تزوج بها ما كانتش ام المسلمين يقول لك ام الولد وبقى يمارس معاها هكذا بدون عقد زواج بدون والو وما حررهاش حتى جا عمر بن الخطاب حررها فهمتك خلوطه شويه خلاطة على غير خلاطة اخويا واش راح نقول لك المهم طلعت انا فهمت كي ماشي كي قريت انا ديك انتشار الالحاد سمعت شوف بغيت نقول لك حاجه انت ما تعرفنيش معايا غادي تعرفني ان شاء الله بربي شوف انا مرتد على الاسلام انا خرجت من الاسلام باش ما نكذبش عليك وتقول لي كنت نضحك مع حبيبي بتاع انت انسان باين بلي انسان مربي نعم رباك والديك وعندك الدين غير تاع قالوا لك لقنوك وكذا وقالوا لك بلي الدين وفيه عذاب القبر وفيه الجنه وفيه كذا كذا ما بحثش مي انا جو بونس انت غادي تروح تبحث وغادي يصرى لك كيما انا لاني انا ثاني كنت في
انا تاني ابن بيئه تاع مساجد، كبرت في المساجد، كبرت في الزوايا، كبرت في الغن. ولكن كي رحت بحثت هاد الاشياء هذه تاني كي سمعتهم بديت نسكت غير بشويه، راح لي الصوت، راح لي العقل، راح لي كلش، يعني الشيء لاني الرسول والصوره نتاعو اللي كنت متخيلها في راسي ما كانتش هذيك اللي اكتشفتها. وفي نصوص ما فيها الشك، القران والسنه ماشي غير السنه، القران والسنه هذا ما كانش بيبي. واسمح لي ما عليك انت اخويا تعيشها صح، كي اكسبليك قلت لي صوالح وكلش تعيش خويا. والسلام عليكم، صحه وتهلا في روحك يا وصحى. ميرسي ميرسي مونامي. انا واحد يكون انسان مربي ما نبغيش ننام. انت وي انا انسان يكون مهذب لازم وي. بونسوار. بونسوار مسيو. مسيو ميهو بونسوار. بون مسيو بونسوار مسيو. Alors vous faites le ramadan ou pas ميهوب؟ ان شاء الله بربي. Non, sérieux, vous le faites ou pas? هدر هدر بالعربية، الفرنسي تاعك مقود يعني. أنا والله أنا عندي سبع سمانات، الفرنسي تاعي أحسن منك فيها. Pardon, j'ai pas compris. أنت الفرنسي تاعك مقود، باين باللي واحد كان يبيع البطاطا وتعلم هكا. Oui, je vois les pommes de terre. Oui, c'est gentil. خليك من الفرنسي. C'est gentil de ta part, c'est gentil de ta part. Écoute, je vais te dire un truc. Toi, tu es vraiment un violeur de garçon. Vous avez violé un petit à Rélizen, il a 11 ans. Et là, vous parlez du prophète sallallahu alayhi wa sallam. 11 ans maintenant. Ah, c'est la première fois. 11 ans, hein, mais c'était 6 ans, 9 ans, 8 ans. Mais maintenant, 11 ans. Oh, mais putain, mais c'est bien. C'est bien, na'alatullahu alayhi. Des nouveaux en formation. Parce qu'il y a de l'information. Na'alatullahu alayhi, c'est un jour. Na'alatullahu alayhi, ya khabi. Na'alatullahi alayhi, je ne suis pas na'ala. Na'ala, ya sabbat. Rappelez-moi, c'est un jour. Parce que la'ala, c'est un jour. لعنة الله عليك يا كل. لعنة مشي نعلة لعنة بالال. لعنة الله لعنة الله عليك يا كلب. يا خبيث. يا مجرم. نعلة الله عليك صباحا ومساء وليلا. يا واحد الكلب ما تحشمش. معليش تاكي كذبوني على الاقل يا جماعة، كي تبغوا تكذبوا تعلموا تكذبوا. نعلمكم ما كاينش مشكل، كل واحد عندي ندير لك درس. السلام عليكم خويا ميهوب. وعليكم السلام ورحمه الله. خويا عجبني هذاك السيد تاع كندا مسكين، لحتو في حيط دوك ينوض الصباح يسقاو بالكرواسون لا رمضان لا. سي ميهوب. وي حبيبي. عجبتني الطاقيه تاعك تاع الصوفيه هذيك خويا، والله راك جايبها. الحمد لله ربي ونشكره اخويا. وانت يا شكون انت اخي؟ عرفنا بالاخ اللي معنا يحكي معنا. معك سامي من الجزائر، اصلي من العلمه اذا تعرف العلمه، عايش في فرنسا. وانت انت دخلت لي الشكوك، كاين انت يا واحد اسمه منصف يعيطوا له حلقومه، هو يتبعك بزاف، بعث لي اللونيه تاعك يحكي لي بزاف على الامات. قلت له انا خصني امات يا خويا، انا فاني مانيش حاب نزني، خاصني كاش خمسه ولا سته امات. هذا ما كان، انا تعجبني انت يا ميهو. بصح ما كي تقول انتيا خاصني امات وقول واش حبيت دبر راسك. اسكو تطبق هذيك القاعده الذهبيه اللي نحبها انا، اسكو هذا الشيء كي انت تحب الامات، اسكو تحب اختك انت ثاني تكون امه؟ فلازم واحد يجيبها مع فلازم مع اختك مع اخت صديقك اخت هذيك ويديرهم امات. تحب هذا الشيء ولا غير نتايا فقط تقبل الامات ليك؟ بصح كنت تولي في اختك باغ اكزومبل ولا بنت عمك ولا ما تنضر. اسمع شوف، الاسلام هذا هو دين نقل ولا دين عقل؟ معليش جاوبني على السؤال من بعد هضر لي على الاسلام الى عقل ونقل وكلش. تبغي هادشي لو كان واحد يدي اختك يديها امه وبنت عمك وكلش ويجمعهم ولا ما تبغيش؟ بنت عمي ولا راك غير يديها يا اخي. بصح اختك تبغي يديها امه واحد. لا ما عنديش اختي بصح بنت عمي ولا غير اختك تبغي يديها واحد امه. يعني نقول لك ما عنديش اختي يا خويا. ما حبيتش تجاوب، مش تعرف علاه، بس قاستك. ما تقيسنيش والله. يماك تبغي واحد يدي يماك امه، باسكو يقدر يديها الى نومامو الى طبق الاخرى تاعك وتجي دوله ضعيفه وكلش، دوله قويه وكلش. بغيت نسقسيك بصح ما بغيتش خجلا من الاخر تاعك. يعني كي تهدر مام تبقوا تضحكوا مطعم باسل. شفت كي سمعت هذا الصوت تاعك، النبره تاع الصوت تاعك تبدلت، باسكو فهمت باللي طحت في حفره كبيره. انت تبغي الامات. مكاش مشكل، إلا تبغيها لأختك ولا بنتك ولا يماك ولا، ما عندك الحق. على الأقل تكون عندك جرأة يا خويا.
قولوا بسم الله يا ربي. علاه مكاش النساء اللي يحبوا يطلعوا يا جماعة؟ انا كرهت من الرجال، خصني النساء. مانيش عارف علاه مكاش بنات وحواء اللي حابه تطلع. السلام عليكم الميوم، وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. واش راك لاباس؟ راني غاية خويا، يعطيك الصحة. تحلبت الميوبة؟ كيفاش تحلب؟ تحلبت والله، لا تحلبت. الناس راهي تتفرج عليك وكاع، وانت قاعد تتبهلل تتمنيك بالشعب. وصلت كاع واحد يعطيه لك مليح مليح. هذا كلام، هذا هو الكلام تاع الله نتاعك وتاع الرسول، هذا هو باش تدافع على الله نتاعك والرسول. ماني ندافع على هاك، هذا هو الخماج تاعك كيما هاك تدافع على الله نتاعك والرسول. ماشي، ما نكذبش عليك، انا ناس كيما انت. هذا واش انا نقول، هذا هو كلام الله والرسول، هذا هو المسلم كيفاش يدافع على الله نتاعك. شكرا حبيبي، شكرا، يعطيك الصحه. تكون الناس كيما انتم قلال شويه، يعني يحب يزيدوا باسكو سي با لو مومون. واحد شهر وثلاثه يكفي. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. نسقسيك خو، انت ملحد؟ لا لا، مانيش ملحد خويا، انا لا ديني، انا خرجت من الاسلام فقط، ارتديت على الدين الاسلامي. تامن بربي؟ واحد قال لي نعمل به، واحد قال لي الرسول، قال لي حكى لي واحد، تبعت واحد شحر، واحد السيد اسمه الشعراوي، مش عارف ما تعرفه ما تعرفوش، امام شعراوي، سمع به؟ عارفه بيان سي نعرفه. ايوا، واش رايك فيه؟ مقود ولا امام؟ ايوا، مهما تكون صفته خير مني وخير منك. برافو عليك.